انطلقت اليوم فعاليات معرض الخريف السنوي والذي يستمر حتى الأول من فبراير بمشاركة 750 عارضا من 18 دولة من مختلف دول العالم، حيث يعد هذا المعرض من أهم المعارض المدرجة على قائمة التسوق في مملكة البحرين. أجنحة متنوعة وبضائع حصرية بانتظار 160 ألف زائر ليستمتعوا على مدار 9 أيام بكل ما يتم عرضه في معرض الخريف، والذي لا يكتفي بإثراء جمهور المستهلكين بل قد يمتد إلى عقد اتفاقيات جانبية بين التجار البحرينيين والتجار المشاركين في المعرض. طبعا هذا له أهمية كبيرة في صناعة المعارض اللي هي تستقطب جميع فئات المجتمع. البحرينيين هذه السنة، التجار البحرينيين، احنا كهيئة البحرين للسياحة والمعارض أكدنا ان احنا ندعمهم في هذا المعرض ويكون لهم أسعار مميزة كعارضين مشاركين، وفي نفس الوقت حاولنا ان احنا نرضي التجار البحرينيين وأيضا المشاركين من الخارج. والله دائما معرض الخريف مميز بالإقبال الشديد من قبل الجمهور البحريني والخليجي لزيارة المعرض. طبعا هناك 750 شركة من 19 دولة مشاركين، ويعني المعرض دائما يحرص على أحدث المنتجات اللي الاستهلاكية اللي تجي من المشاركين، سواء كان من جمهورية مصر العربية أو من الشقيقة أو من سوريا أو من باكستان أو من دول من تايلاند. فهناك خليط من الشركات الأجنبية مشاركة والخليجية، وفي هناك عارضين بعد من دول مجلس التعاون. فيعني يحرص الصانع أو المصانع اللي ينتجون بضائع متنوعة وأسعار تنافسية لمنتجات عالمية يقدمها للمتسوقين 750 عارضا من 18 دولة من مختلف دول العالم تحرص على المشاركة وبشكل سنوي في هذا المعرض، والذي يعتبر الوجهة الأبرز للتسوق في البحرين خلال هذه الفترة من كل عام. ما شاء الله من بداية المعرض فكل سنة ننزل منتجات جديدة غير عن السنة الثانية، والحمد لله كل فترة قاعد نشوف التطوير في المعرض، وكل معرض يفرق عن كل سنة. يعني معرض خريف البحرين تقريبا السنة الثامنة مشاركين فيها، الحمد لله في تواجد وفي إقبال وقوة شرائية طيبة، وإن شاء الله هذا السنة إن شاء الله سنة طيبة كالعام الماضي، لأن العام الماضي تميزت أرض المعارض بإقبال جماهيري طيب. ضيف معرض الخريف الجناح المصري تحديدا هي أكبر مشاركة، عايز أقول دولية كمان في المعرض، والميزة إن المشاركة المصرية بتختلف عن الدول الأخرى، إن المعرض ده بالذات أو الجناح تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء في مصر ووزراء التجارة والسياحة، في تطور لاحق في العلاقات المصرية البحرينية. المشاركة بتتنوع بين منتجات خان الخليلي وبين مفروشات وأساس وصدف وأرابيسك، حوالي أكثر من 70 شركة. أجنحة متنوعة وبضائع حصرية بانتظار 16 ألف زائر ليستمتعوا على مدار 9 أيام بكل ما يتم عرضه في معرض الخريف، والذي لا يكتفي بإثراء جمهور المستهلكين بل قد يمتد إلى عقد اتفاقيات جانبية بين التجار البحرينيين والتجار المشاركين في المعرض. تجمع تجاري عالمي يقام سنويا على أرض البحرين ينتظره رواده عاما بعد عام، لما يوفره من بضائع متنوعة ترضي طموح المستهلكين وتشبع شغفهم. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.